صباح الفل. صباح الفل، ايه الاخبار؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. منورانا، سعداء جدا بوجودك يا نادين. وعندنا كده معلومه ان العيله عندك بالكامل بتمارس نفس الرياضه، كلكم محترفين كلنا. طب انت يعني بدايتك جت ازاي؟ هل لمجرد ان بقيه العيله بيلعبوا الرياضه دي فانت بطبيعه الحال دخلتي انت كمان فيها، ولا هي استهوتك فعلا؟ هو اكيد الاثنين، لان طبعا هو بابايا ومامتي، بابا احمد دولتلي ده مدرب منتخب مصر ومنتخبات كبيره، وكمان خبير الاتحاد الدولي لتنس طاوله، ومامتي كمان كانت بطله افريقيا، وبعدين اخويا محمد دولتلي برده كان منتخب مصر. لا ده مش كده، ما فيش حد. واختي كمان دينا دولتلي برده منتخب مصر. فهو طبيعي ان انا وانا صغيره عايزه اعمل زيهم، يعني عايزه اطلع اعمل زي اختي. انا تخيلت ان هم مجرد اللعب والرياضه دي، او لا 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 منتخبات، لا لا ابطال افريقيا. اه ما شاء الله. فطبيعي وانا صغيره ماما بتاخدني البطولات رايح جاي، فده حاجه قدام عيني يعني على طول. حاولوا معايا ان انا العب رياضات تانية، بس رجعت. هم اللي حاولوا. حاولوا معايا عشان ما كانوش عايزين ان هو يبقى حاجه يعني متوارثه، يعني من غير ما يدوني فرصتي في حاجه تانية اختار يعني. فطبعا سباحه اكيد، حاولوا معايا ان يودوني رياضات تانية، بس انا كنت رافضه فظيع. وبدات لما العب بقى حبيتها طبعا، وبقت ادمان. بدايتك نادي الاهلي وبطولات مع النادي الاهلي. بصي، النادي الاهلي فعلا في تنس الطاوله كمان متميز جدا، يعني حتى على مرور الاجيال. احنا كان معانا في اول حلقه في البرنامج لو انت فاكر هنا جوده. هنا برده من الاسامي الواعده جدا، ويعني حاجه فعلا مشرفه. اكيد. فخلينا نرجع معاكي بقى برده، بدايتك قلت لنا في النادي الاهلي، ولكن ازاي الخطوات مشيت مسيره هنا تحيل بطولات كمان مع النادي الاهلي؟ ده مهم جدا. هو انا بدات خالص في مدرسه الاهلي مع كابتن مسعد، هو اول واحد وقفني على الترابيزه، وهو لحد دلوقتي برضه هو المسؤول. كان عندك قد ايه؟ 7 سنين وبس. وبعد كده بقى بدات اخد واحده واحده لحد ما بقيت 12 سنه تحت ب، وبعد كده الف، وبعدين بدانا بقى نخش بطولات وكده. فطبعا يعني انا تاريخي يعني ما كانش من بدري وانا باخد اول وكده، لا انا قعدت 12 و15 تاني تالت، وبعد كده بدات في اخر سنه 15 ان انا اخد اول افريقيا، 18 اول افريقيا وسيدات وكده. بس هي يعني مشوار طويل جدا، وبطولات افريقيا كتيره، وخساره كتير ومكسب كتير، فهو الموضوع مش سهل. و يعني الابس اند داونز فيه عاليه جدا، لان التنس طاوله لعبه يعني اصعب ما فيها القوه العقليه والنفسيه اكتر ما هي عضلات وكده. طبعا الجزء الفتنس في التنس طاوله عالي جدا، بس الاكتر منه بحس انها لعبه قوه عقليه يعني.